أفادت مصادر أمريكية أن 19 رجل إطفاء قد قتلوا أمس خلال محاولتهم إخماد حريق سريع الانتشار في ولاية أريزونا، وذلك في حادث وصف بالأسوأ من نوعه منذ عقود في الولايات المتحدة. أعلنت مصادر أمريكية مقتل 19 رجل إطفاء خلال محاولتهم إخماد حريق سريع الانتشار في ولاية أريزونا، وذلك في حادث وصف بالأسوأ من نوعه منذ عقود في الولايات المتحدة. من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان أصدره خلال جولته في جنوب إفريقيا عن أسفه لهذه الحادثة التي وصفها بالخسارة المأساوية، لافتا إلى أن الإطفائيين وضعوا أنفسهم في الخطر من أجل حماية أرواح وممتلكات الأمريكيين. في غضون ذلك، قال مسؤولون في البيت الأبيض أنه من المتوقع أن تصل مساعدات فيدرالية إلى الولاية المنكوبة في أسرع وقت ممكن. ويعتبر هذا الحريق من أسوأ الحرائق في أريزونا، ويأتي بعد أسبوعين فقط على حريق في كولورادو قتل فيه شخصان ودمر أكثر من 360 منزلا. يشار إلى أن الحريق اندلع بعد ارتفاع الحرارة والجفاف في جنوب غرب الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية نهاية الأسبوع الماضي، لا سيما في ولايتي أريزونا وكاليفورنيا.